اليوم وين؟ اليوم راجعين الوطن للعراق، تعالوا ويانا. وهسه بهالطريق نشيل الجنطة ونروح ونصعد بالباص ونشوف مكاننا اليوم وين. انا ووصلنا المطار وندفع بالعربانة وحلا وياي جنط. ومن دخل شفت الازدحام قلت الطيارة راح تطير وتخليني. وبعد ما كملت زين عندهم هذا الغاية شوي مشي، كان انت بس توقف. ما انت تمثل بلدك؟ ما انت تمثل بلدك؟ هاك شوف كم دولة بسافر هاك باور. هم حد فيكم مصاف ويش واحد من يصعد للطياره يقوم يهمبل عليك؟ وهذا غرينا راسا الانقاذ مالت الطياره. والسكن مالت الطيار قام يحكي لنا اذا وقعت الطياره منين تهربون ومنين تطلعون. ويلي انا ما ضل حد حل بيه. ورجع للحيل اخيرا، اكيد جتني وجبه الاكل واني عبالي بيها برياني وتمن. وطلع شنو البيها هسه راح تشوفون. صمونايه وموزايه وكيكايه وعصير وقلاص فارق وقوم من الهم. والله طعمها مو طيب، بس تسوي هذا العصير 2.25 كنا نشرب بالسعودية أحسن من عند الأصلي الربيع. شوفوا هاي الكيكاية، هاي الكيكة بصراحة عجبني طعمها كلش طيبة كانت، يمكن هاي تركية ما أعرف عراقية. وأكيد بعد الأكل إنه فكرنا من راح ننزل بالعراق بالمطار راح يتلقونا بالورود، بس تلقونا ب25,000 مال مسحة. الحمد لله والشكر قلنا ما يخالف، بس النوب شنو السالفة الكبيرة؟ لقينا الازدحام. توقعت مطارات العراقية تتلقانا بالورد، بس ما توقعت يذبون المي بالشارع مالتنا مي زمزم. بعد معاناة يلا لقيت المي مال حسن، جنة الباصات ونغلنا لهن. ورأسا لقيت أهلي قدام المشي ينتظروني، نسيت كل التعب. الحمد لله والشكر من شافونا هاي الناس وكلت بوسك، أحلى شعور تحسه بالدنيا. ورأسا وصلت أهلي ولقيت أهلي ينتظروني، وهذا خال الوردة رأسا جايب لي ذبيحة، وحتى اليوم نسويها يخنية الوجه الله. وهاي بيبيتي الحلوة، وربي يحفظكم إن شاء الله.